يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. ربنا يخليك كريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. نفسي اقعد مع حضرتك ونحن لا نتحدث عن اخطاء تحكيميه كبيره لحكامنا المصريين. يعني زي ما حضرتك كنت من يومين بتكلمني عن طاقم التحكيم اليوناني في مباراه الزمالك وبيراميدز وبتقول لي انه ما فيش حالات مؤثره، ما فيش حالات اصلا. انا نفسي كان النهارده واحنا مع بعض ومحضرين اللقاء ده من بدري تيجي تقول لي ايه مباراه الاهلي وفاركو النهارده كانت مثاليه تحكيميه. ليه بقى؟ ده السؤال الاول. ليه ما بنعيش الحاله ديت على طول؟ حقيقه انا مش لاقي اجابه. يعني انا خرجت من ماتش الزمالك وبيراميدز من مستمتعين بتحكيم ويوم تحكيم هايل، النهارده كلنا زعلانين من ماتش تحكيميا. لا احنا في مشكله وبالتالي احنا بنتكلم في الاوضاع التحكيميه. لا صعب صعب جدا يعني. فبرضه المشكله مستمره. احنا برضه بنتكلم، احنا طول الوقت لو في حاجه انت عارف احنا بندور على حاجه ايجابيه بنقول عليها. صح. وحضرتك يعني تحديدا بصراحه انت من الناس دي تقعد تقول لي ايه دي ايجابيه ولازم نشير عليها عشان نزودها يعني عند حكام. في الاخر حاجه لا ايجابيه نزود بيها التحكيم بتاعنا. صح. لكن بيتكلم ان في حاجات ما نقدرش نروح يمين او شمال فيها، يعني حاجات واضحه وضوح الشمس. ايه بقى اللي كان واضح النهارده وضوح الشمس؟ هنتكلم على اهم لقطه النهارده، الهدف. هدف بيرستاو. هدف بيرستاو ان احنا جبناه وقلنا الخط غلط ورسمنا الخط الصح. احنا هنعرض ده ونعرض ده. طيب تعال الاول دي اللقطه. تمام. ده الخط اللي النهارده الفار رسمه. كابتن محمود عاشور هو اللي كان على الفار النهارده. هو محمود عاشور معاه مساعد، المفروض المساعد اللي هو المتخصص في قصه التسلل. اللقطه دي في حاجتين فينا يا كريم. اللمسه الاولى للاعب بيرستاو، اللمسه الاولى دي مش عايز اللمسه الاولى، انا عايز اخر لمسه الكره بتسيب رجله. تفرق قوي الجزء من الثانيه ده او بيفرق قوي. طيب لما هنجيبه في الفيديو بس دي اللقطه. دي الصوره. ده الخط اللي معانا الفيديو بقى يا جماعه نفسه. لو معانا الفيديو الخط اللي اترسم كان لازم طبعا على كتف لاعب فاركو الثاني، مش على رجله. القصه دي بتتكلم على الكتف، عشان احنا رسمناها دلوقتي وهنشوف المنظر معانا. بس هنتكلم على الصوره دي. الهدف طبعا بالمنظر ده، حتى لو بالنظر بس يا كريم بالنظر. لاعب الاهلي اقرب لخط منطقه الجزاء ولا ابعد من لاعب فاركو؟ صح. من غير خطوط، من غير خطوط خالص. يعني كلام على خط منطقه الجزاء. جهاد انا والله قاعد مع بعض الاصدقاء واحنا بنتفرج على المباراه. تمام. فلما بيسمع الفار قلت له كده مش تسلل، واضحه انها هدف. تمام. لقيته رفع ايده، فقلت ايه يمكن كان في لاعب تاني هو اللي متسلل فيه خطا ما. انا زيك على فكره شفتها بشكل مغرب، بس انا بصراحه ما برضاش مع الساده المشاهدين اتكلم في حالات تحكيميه الا في وجودك. تمام. فانت شايف ان هي بالصوره دي كده من غير خطوط حتى هي مش تسلل. هدف سليم. اصلا. هدف سليم. يعني المفروض واضحه. هي بقول لحضرتك هو حاجتين اتنين. الخطا طبعا التعامل في الفار في النقطه دي بالذات تعامل بشري. عظيم. بحدد نقطه طلوع الكوره من الزميل. مش الاول لمسه، اللمسه الاولانيه هو اشتغل على اللمسه الاولانيه. لا اتكلم في وقت ما الكره بتسيب الرجل. تمام. هي دي تفرق قوي. انت شايف ان الخط اصلا خطا. الخطا غلط. مرسوم الخط مرسوم غلط. مرسوم غلط وكان طيب. لازم طبعا على المكان. طيب حضرتك رسمت بقى الخط الصح. تمام. تعالوا بقى نشوف مع الكابتن جهاد الخط الصح لما اترسم ايه اللي حصل. يعني كابتن جهاد قبل ما يخش معانا على الهوا هنا رسم لنا الخط الصحيح وقال لنا اهو اتفرجوا بقى على الخط الصح. على كتف لاعب فرقه اهو. وده نهايه لاعب النادي الاهلي. وبالتالي الراجل نفس اللقطه ما غيرناهاش. يعني انت بتبص عشان بس نقول للناس الخط الازرق. الخط الاحمر ده نهايه جسم مش جاب الاحمر اللي الاولاني ده منطقه الجزاء. الخط الاولاني ده منطقه الجزاء. تمام. لكن بتكلم على كتف لاعب فرقه اللي احنا لسه الخط عليه ده وكتف النادي الاهلي اخر كتف ليه. هو دي نهايه اللاعب وده نهايه اللاعب. وبالتالي يعني الكره سهله. يعني الكره مش الرسمه سهله. ده تاني يا جماعه ده خط هنا الرقم 10 الكابتن جهاد رسمه لنا عشان يوضح ويأكد ان هدف بيرستاو النهارده كان هدف صحيح وليس تسلل. لاعب فاركو هو اللي مسابق لاعب النادي الاهلي بيرستاو، وبالتالي الكره مش تسلل ولا هدف، كان هدف. بنقول دايما لحكام الفار ارسم من خط ان اخر الكتف نهايه الكتف بتاعه. طبعا جاب التسلل اللقطتين الخط اللي رسمه الفار والخط اللي رسمه النهارده الكابتن جهاد جريش عشان يوضح انه الهدف مش تسلل والخطا الخطا بيترسم مانوال. يعني مانوال انت بتحدد مش اوتوماتيك. يعني انت حاجتين اتنين. لحظه لمسه انا مش على فكره مشيت على اللحظه دي. ده كمان ده هقول لك على حاجه. ده انت لو بتتكلم على لو الكوره بتسيب الرجل كمان هتلاقي بتغطى اكتر. يعني كمان دلوقتي اللمسه دي انا مشيت على اللقطه اللي هو جايبها. ده انت كمان ده لو جبتها قبل اول ما الكوره بتسيب الرجل كمان كانت واضحه اكتر. اوضح بص متغطي تماما. فانت بس حبيت تاخدها انا مشيت زي ما هو واخدها. اللقطه اللي هو خدها متغطيه لو رسمها صح. خش على هو بس اختار النقطه اللي رسم الخط من الكتف. الكتف اللي هو المدافع فاركو الشمال. الكتف ماليش دعوه بالذراع بالكامل، مش في التسلل خالص. وبالتالي الراجل مغطي بوضوح. فاللقطه واضحه وللاسف خطا كبير في ماتش مهم في الدوري. طيب. مشكله كبيره. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. انا ما اعرفش، انا بحب اسال الاسئله الصعبه دي بس عشان الجماهير بتقعد تسالها. ما هو لما حضرتك تقول واضحه
وكل السادة المحللين التحكيم يقولوا واضحة، والسادة المشاهدين يقولوا واضحة، ومشجع أهلاوي ومش مشجع أهلاوي هيقولوا واضحة، والسادة الإعلاميين هيقولوا واضحة. الحكم اللي موجود على الفار شاف إيه من وجهة نظرك، أو تتخيل إنه شاف إيه غير اللي الكل شافه؟ عشان أنا أنت عارف أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أنفي عنه شبهة التعمد. لا لا لا، عشان أنا متأكد. لا فيش تعمد. وأنا معاك. لا لا أنا مليون المية. وأنا معاك إنه نزاهة الحكم المصري دي ما فيش في كابتن كريم. هنكرر نفس الكلام تاني. الأسبوع الأسبوع الثامن بنتكلم في الأسبوع الثامن. صح. لغاية دلوقتي. التدريب اللي موجود لحكام الفار مش موجود. الناس ما بتتدربش كويس. الموضوع ده تدريب، أنت بتتكلم على حاجة تتدرب عليها مرة واثنين وثلاثة وأربعة تنفذها أوتوماتيك. معلش أنا آسف. ماشي اتفضل. التدريب لو حالة برضو صعبة مش واضحة. تمام. يعني أنا أفهم إنه التدريب عشان هو الوحيد اللي هيعرف يحسمها. لكن دي فعليا انا اقول لك حاجه، انا اسف والله للاسقاط. لا خالص، انا اسف ان انا هسقط دلوقتي، بس الحاله الوحيده اللي خليني يقول لي ان هو ما شافش الحاله دي ان هو مثلا كان بيتفرج على تلفزيون صغير قوي فمش عارف يبص فمش عارف يركز، لكن احنا كنا بنتفرج على تلفزيونات اتش دي واكبر شويه فاحنا شفنا وهو ما شافش. دي الحاله الوحيده اللي لو قالها لي هصدقه واقول له خلاص انت عندك حق. انت عندك اوبريتور جنبك على فكره. ما بتشتغلش لوحدك، اوبريتور جنبك بتقول حط النقطه هنا واستنى واطلع لي لمسه الكره، اطلع بيها وارجع بيها لغايه ما توصل للنقطه الصح. لمسه الكره وخروج الكره من الزميل، فده الشغل اللي بيحصل في خد وقتك. يعني احيانا انا محتاج سرعه طبعا. بس انا لو انت هتتاخر وتديني قرار صح ما عنديش مشكله. اتاخر بس اديني في الاخر قرار صح. لكن انت لما تعمل الاجراء صح وبسرعه اكتر ده ميزه. طب اسالك سؤال. اتفضل. هو دلوقتي معروف بينا نفهم الكلام ده كويس انه في قوانين الفار الحاجات اللي هي علاقه متعلقه بالخط او بالاوفسايد الحكم ما بيرجعش يشوف اللقطه في الفار. حقيقه. بيصفر على طول. اول حقائق. بس لو الحكم شك بقى انه الفار خد قرار غلط ما ينفعش يطلب هو نفسه انه يشوف الحاله؟ لا لا استحاله. ممنوع. لا لا استحاله. هو دي اصل ده قرار حقيقي. يعني ايه؟ الكره بره المنطقه داخل المنطقه. الكره دخلت هدف مش هدف. الكره تسلل مش تسلل بالنسبه للخطوط. مش قصه التداخل مع منافس. مع منافس هتروح تشوفك حكم. صح. انا بكلمك على اللقطه دي ليه؟ بكلمك بفكرك بلقطه وادي دجله والاهلي اللي كنت انا حكم فيها وكان ابو الرجال مساعد اول، نفسها حصلت مع المقاولين والاهلي نفس المعيار واحد. فساعتها الحكم راح شاف، لما رحت شفت رجعنا لغينا هدف دجله. نفس القصه الجون الاهلي اللي اتحسب بتاع المقاولين كان تسلل، وقلنا ساعتها تسلل واشدنا بالتحكيم. وبالتالي احنا بنتكلم على معيار واحد، مش نمشي معيار واحد تحكيم في طول الوقت هتلاقي الناس الدنيا ما مظبوطه. طيب وجود حضرتك بقى قبل ما نخش على باقي الحالات، لما كنت حضرتك موجود حكم في ارض الملعب او حتى لو راجل مرشح في اي وقت في لجنه الحكام، هل في هذه الحاله اللي موجودين على الفار بيتم معاقبتهم ولا الامور بتعدي وخلاص وخطا؟ لا ما اعتقدش تعدي. بالمنظر ده استحاله تعدي. مهما تقال في الاعلام من ان احنا الحكم صح او الحكم ما اخطاش. لا لا صدقني المسؤول مهما كان، على فكره بس انا بكلمه بمنتهى المصداقيه والوضوح. المسؤول مهما كان شاف نبض الناس اللي موجود وشاف الوضع اللي موجود، في اخطاء تحكيميه والناس دي اكيد بتتعاقب. انا برده يعني بقول لك تفتكر برده عن دو ممارسه العقاب بيبقى الماكسيموم بتاعه او اقصى حاجه بتبقى ايه؟ لا حسب اللجنه وسياستها ووقت يعني مثلا لا بيبقى في عقوبات، مش بتبقى انتوا عندكم لائحه برده ولا هي بتبقى العقوبات حسب ما لا بتبقى حسب ظروف اللجنه، حسب الماتشات المهمه، الوقت اللي محتاج الحكم فيه، القصه دي برده بتفرق. فالعقوبات بتبقى تقديريه مش تقديريه. لا تقديريه مش حاجه. مفيش حاجه رولز محطوطه عقوبه مثلا شهر شهرين ثلاثه. لا طبعا جماهير النادي الاهلي بتتفرج عليها دلوقتي بتقول لك ايه مستر الكابتن جاد ليه على عقوبات، احنا خدنا ايه يعني لو اتعاقب الحكم؟ ما هو للاسف اللي بتتكلم لا بتتكلم في دوري كبير الدوري المصري. خطا اي في اي ماتش مؤثر. مؤثر في كل الاتجاهات يعني. صحيح. فده مشكله كبيره. صحيح. طيب تعال نكمل بقى حالات المباراه النهارده. كان في حالات اصعب ولا دي كانت اصعب واحده؟ لا دي كانت الاهم. يعني كانت الاهم النهارده. بس في حالات ثانيه نتكلم فيها برده والناس تفهم. نبدا بايه؟ هنشوف الحاله. مش عارف هتبقى جاهزه معانا. ماشي. حاله محمد هاني ما فيش مشكله نشوف حاله. ماشي شوف هو بيقول لي حاله محمد هاني اللي جاهزه معانا هي دي. تمام. الحاله دي الناس بتتكلم كانت بتتكلم على كارت احمر. الراجل نزل بمدافع فاركو نزل برجليه الاثنين لكن ما وصلش للنهايه تبقى لعبه عنيفه او حاجه تستاهل كارت احمر. السرعه والقوه المطلوبه. السرعه والقوه. تمام انت بسم الله ما شاء الله عليك. انا حفظت منك. لا ممتاز. انا بتذاكر. ما فيش فيها قوه ولا سرعه وفي نفس الوقت الاستاذ ما لبسش يعني ما وصلش للقدم. هي الرجل مرفوعه بس ما وصلتش للقدم. لاعب الاهلي هو فيها تهور وتهور اقصى درجات التهور وبالتالي انذار مستحق وقرار كابتن احمد الغندور. الغندور مظبوط ومراجعه عاشور. تمام ما فيش فيها كارت احمر. تمام نشوف اللي بعدها. نكمل. دي نفس الكلام يعني. نفس المعيار. رامي ربيع عمل فاول. الفاول فيه هجمه واعده في مسافه الراجل طالع بيها وهو عمله بتهور.
فكان لازم برضو يا احمد زي ما اديت انذار هناك. هو ده ادى انذار على الاعتراض وده انا معاه يعني. اللعيب ده بيعترض ان ما اديش لرامي ربيع انذار، انا معاه ان حتى لو حكم اخطا مش من حق اللاعب يعترض، لكن اللعبه اللي قبلها رامي ربيع بالمنظر ده بالتهور ده كان لازم انذار له. انا برضو بتفرج هي عرقله من خلفه لا يعني هي تهور واضح، وكمان في عنده هجوم واعد، الدنيا واسعه اللي في مسافه كبيره، فكان طبيعي جدا زي ما اديت انذار هناك ادي انذار هنا نفس المعيار واحد. صحيح. هو طبعا اللاعب الافريقي اعترض عليه عشان ما اداش انذار في اللعبه، فطبعا ده له انذار، الانذار مستحق. في حاله مستنيها ويا رب تكون جايبها اللي هي لمسه اليد. بتتكلم على لمسه اليد. بص يا كريم، اللعبه دي بتندرج تحت اندرستاندينج فوتبول. طبعا احنا بنتكلم لمسه اليد عشان تحتسب لمسه يد وركله جزاء لازم الايد تبقى خارج الجسم مكبره الجسم. اللاعب عمل ريسك. انا بتكلم على الحركه الطبيعيه للايد في الجامبنج. انا بطلع كمدافع يعني، كان بقى الاهلي او غير الاهلي، ايمن اشرف طالع الراجل، اولا مش هتكلم على المسافه، هي بالنسبه له المسافه، الكره برده تعتبر بالنسبه له مفاجاه، هي جايه من بعيد. بس لاعب فرق اللي قدامه ده الكره بالنسبه له مفاجاه يعني، واصله مفاجاه دي برده مش من الاعتبارات اللي ممكن نبص ليها المسافه، مش هنبص ليها، او مش الاعتبارات اللي ممكن نقول عليها انها غير متعمده، لكن انا بتكلم الايد، الجامبنج بتاع الايد بالمنظر ده والايد جوه الجسم، لو الكره ما جاتش في الايد هتيجي في الجسم. صح، ان هو عامل ايده كده مش فاردها، مش بتطلع من ايده كده، مش مكبره جسمه. صحيح. وبالتالي انا متفق مع الغندور في عدم احتساب ركله الجزاء، وبتفق مع عاشور في المراجعه ما فيش فيها ركله الجزاء باي حال من الاحوال. الايد بالمنظر ده، الايد بالمنظر ده مش مكبره الجسم. صح. وبالتالي الكره لمست فيها وجايه من مسافه، جايه من مسافه بعيده، بس اللعيبه دي قدامه فالكره تعتبر جايه مفاجاه. صحيح. وبالتالي قرار الغندور صح، مراجعه عاشور والبار صح، ومفيش فرق للجزاء. تمام. الحاله اللي انا نفسي فيها شكلك ما جبتهاش، اقول لك اني واحده اتفضل. اللاعب اللي دخل بالاستاذ على محمد محمود في وشه والحكم ما وقفش اللعب، دي لعبه حكم سهله جدا في الملعب، ارجوك يعني. انا بتكلم يا جماعه لو الحاله دي انا هي بص سلام. بص سلام، انا الراجل بالطيران ده كده سنة، معلش هو داخل في وشه عشان لا بالطيران ده وش ورقبه، جايبه وش ورقبه معاه يعني، جايب المسافه، بص جايب المسافه، واخد مسافه كبيره، وجايب بسرعه وقوه غير طبيعيه، والاستاد في الوش والرقبه يعني، ده كان في منطقه خطره يعني، على الاقل انا احسب فاول يعني، احسب يعني. شوف يا كابتن جاد، انا لا كنت عايزها فاول يعني، مش بقول ان هي مش فاول، لا كنت عايزها فاول ولا كنت ينتظر ولا يفرق معايا، ولا يفرق معايا انذار وطرد. انا عايزه يصفر يوقف اللعب عشان ننقذ اللعب. انا مش مصدق، انا اصلا شايف الجهاز الطبي بيجري على واللعب شغال، ومش مصدق الكابتن احمد غندور بقول وقف اللعب، الراجل في موقف خطر. احساسه باللقطه نفسها ما كانش مظبوط يعني، احساس حكم بلقطه ما كانش مظبوط، بغض النظر بقى انه فاول 100%. على فكره احمد، لو كان شافها بالمنظر اللي شفناه في الملعب اكيد ما شافهاش. انا برضه بدعي حسن النيه وطول الوقت مع الحكام المصريين حسن النيه، لكن بتكلم لقطه سهله، لعبه سهله والكارت الاحمر سهل يعني مش محتاج. انت بتتكلم على القانون انه هي كده طرد، كارت احمر سهل. انا بكلمك على امور انسانيه. لا انسانيه، ما هو لو وقف ساعتها الجهاز الفني على فكره نزل من غير ما حد يقول له انزل، وده على فكره الطبي الطبي ده موجود في الفيفا، انت في خطوره على اللاعب ينزل ما تستاذنش حكم. دي نقطه كنت لسه اسالك عنها، موجوده دي تعليمات الجهاز الطبيه، لو في لعيب حاله خطيره ما تستناش الحكم انزل. يعني الحكم لو عندوش السنس ان في مشكله حاصله في الملعب، لا الجهاز الطبي ينزل ينقذ حياه لعيب، اهم من الماتش واهم من الكوره واهم من الدوري كله. فنزول الناس نزلت بدون استئذان، ده الفيفا يعني بتدي حق للجهاز الطبي يعمل ده. صحيح. فهي لا طبعا كارت احمر مباشر، ما كانش محتاج يروح الفار يعني. اللقطه دي انا بتكلم احمد غنطور حكم كبير، حكم من حكام النخبه في مصر، لا كان محتاج اللقطه دي في الملعب يدي الكارت الاحمر بمنتهى السهوله. ممكن اسالك سؤال بس ما تجاوبنيش بالسياسه خالص؟ اتفضل. لو هتدي رقم من 10 للتحكيم المصري او الحكام المصريين حتى هذه اللحظه في الدوري الممتاز، تدي كام؟ 5.5. وخمسة ونص كده يبقى انا كمان مجامل، مدي درجات رأفة. لا انا مجامل يعني، انا فعلا لا احنا بص عشان ما يبقاش في سكوت كريم، احنا بنتكلم الاسبوع الثامن ومنتهى الامانه والله بنتكلم الاسبوع الثامن، انا نفسي التحكيم المصري يوصل 9 و9.5 طبعا، لكن الاسبوع الثامن بنتكلم في مشاكل ومشاكل بتتكرر يعني، تخطي الخط، تفكر خط التسلل ده احنا كنا فيه كام مره مع بعض وبرده نفس الخطا بيحصل. انا كابتن جهاد دايما بقول انه احنا مش عايزين نضغط على حكامنا المصريين، عايزينهم ينزلوا وهم مطمنين ومش متوترين ومش مضغوطين. تمام. بس انت برضو في نفس الوقت ما تخطئش اخطاء انا هبقى مضطر واحنا هنا قاعدين بنتكلم عنها غصب عننا. يعني هقول ايه؟ ما تقدرش تقول غير كده، انت بتتكلم في حقيقه. صح. يعني لما عندك حاجه كويسه انا اقول لك انت برافو عليك كويس. صحيح. لكن خطا موجود وواضح لاي حد في الشارع، مش هقول لك للمتخصص في التحكيم. طيب مطلوب ايه من حكامنا المصريين واحنا بنتكلم في منافسه شرسه على القمه، صراع كبير في الهبوط والمباريات كلها مشحونه في ما فيه الكفايه، كل واحد مش قادر يخسر نقطه، تقول ايه لحكامنا المصريين على الاقل الفتره دي ننقذ بيها مواقف يعني؟ هو الطبيعي الفتره اللي جايه الموفق بس اللي هيلعب حتى لو لعب كل يوم طبيعي. حلوة دي،
ده طبيعي على فكره، ده لجنه على فكره مش تعمل كده بمساكها، ده هو ده طبيعي جدا في اي مسابقه. الموفق اللي الحكم الموفق النهارده هيدي لي اداء ينجح لي ماتشي هو اللي هيلعب. تتكلم في 6 7 ماتشات لكل فريق، فخلاص ما عادش وقت. يعني ما فيش بقى وقت اللي هو التوزيع والعداله وكل واحد ياخد وبتاع. اللي هيخطا مش هتشوفه تاني. سواء فار سواء حكم. الحكم المصري محتاج الفتره الجايه تركيز فوق التركيز. يعني تتوقع ان كابتن احمد غندور مش هنشوفه باقي مباريات الدوري؟ يعني هو الغندور في الملعب انا يعني مش هاجي عليه، بس النهارده ما كانش موفق. يعني النهارده حتى احساسك في الملعب كحكم موجود في الملعب، انت المشكله ان حظه السيء ان جاي بعد الحكم اليوناني. الحكم اليوناني كان اعلى مستوى. يعني التايب طبعا جاي على مستوى، فانت جيت وتعمل مقارنه طبيعي. انت المقارنه لما قلتها على فكره طبيعي، ما انت بتتكلم على ماتش خلصان زمالك وبيراميدز ودلوقتي الاهلي. هو حد يجي يقول لك يا اصل انتوا عمالين تتكلموا على الحكام الاجانب دول اكنهم ما جوش من حته، واحنا حكامنا بخير واحنا حكامنا حاجه عظيمه، وطبعا حكامنا بخير وحاجه عظيمه والكلام كله جميل، بس طب ما هو يا جماعه انا غصب عني بعمل مقارنات. هي مقارنه في الاداء مش على جنسيه الحكم. 100% اداء احنا جماعه شغلنا اداء. لما الحكم بيجيد على فكره حكام مصريين اجادوا كتير جدا في ماتشات واشدنا بيهم، اكيد مفيش عندنا مشكله. اكيد كابتن جهاد مشرف ومنور ان شاء الله يا رب. المره الجايه نبقى قاعدين مع بعض واحنا نشيد ان شاء الله بطاقم تحكيم مصري عمل مباراه كبيره. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفت ونورت، وبشكرك على اللقطه العظيمه كمان اللي حضرتك جبتها لنا النهارده دي. اشكرك شكرا جزيلا.